السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميس ندى من تيم وورك مستر حسن نجار. هنكون النهاردة معاكم بنكمل شرح الهاي ليفل، وهنتكلم فيها هنشرح النهاردة قصيدة أولى ثانوي إدارة المنتزه، واللي هي هتكون On His Blindness، واللي كتبها جون ميلتون. دلوقتي هنشوف مين هو جون ميلتون وإيه هي الصفات بتاعته أو إيه هي الحاجة اللي بدأت تميزه. طيب هخلي بالي أصلا إن القصيدة كلها عندي بتدور حوالين فكرة دينية، اللي هي ايه اساسها الدين. دلوقتي الفكره ان هو هنا نبدا نقول ان جون ميلتون اصلا اتولد في عيله غنيه، والعيله دي متدينه. طيب العيله المتدينه دي ربطته على ايه؟ ان هو كان هو يكون حاجه في الكنيسه، يمسك منصب في الكنيسه. هو كان نفسه ان هو يقدر يكون كاهن او قسيس في الكنيسه، لكن رفض الفكره دي. ايه السبب اللي خليه يرفض ان هو يكون كاهن او قسيس؟ لان كان في بعض الاخطاء اللي كان بيتم ارتكابها في الكنائس، فدي فكره خلته ان هو يرفضها. طبعا كان في ليه اعمال مشهوره جدا هي نقدر نقول عليها الماستر بيس بتاعته، زي في عندي بارادايس لوست بارادايس ريجين، دي اهم حاجه، دي الماستر بيسز بتاعته. طيب انا لو جيت هنا بصيت على اسم القصيده On His Blindness، عندي هنا بلايندنس لوحدها يعني فكره ان ايه، ان حد يفقد بصره او ايه العمى او الضرر. طيب هنا العمى، هو هنا القصيده عندي اوتوبايوجرافي، حاجه شخصيه جدا عن الكاتب. ليه؟ هنا القصيدة عندي بتدور حوالين ان الكاتب بيسأل وبيستفسر هو ليه بقى blindness، هو ليه بقى ضرير، ليه بقى اعمى ما بيشوفش، ايه المغزى من كده. فهو هنا بيبدأ يسأل ليه ربنا خلاه كده، هل ربنا شايف ان هو مش شخص ان هو هيقدر يعبد ربنا كويس، مش هيقدر يخدم البلد اللي هو قاعد فيها او البيئة بتاعته او يحافظ عليها. فهنا بتدور القصيدة كلها حوالين اسئلة جون ميلتون عن هو ليه بقى ضرير. والقصيده عندي هتبقى مقسومه على جزئين، الجزء الاول ان انا بسال هو ليه بقى ضرير، والجزء الثاني الرد بتاعه او الحل على المشكله بتاعته ان هو لازم يتقبل القدر بتاعه. طيب يبقى انا اصبح ان انا عندي الثيم بتاعي في القصيده اللي هو البلايندنس، ان هو حزين على فقدان بصره، لكن المورال بتاعي من القصيده ان انا اتقبل، المغزى بتاعي ان انا اقدر اتقبل القدر بتاعي، النصيب اللي ربنا كتبه لي. فعشان كده جينا قلنا ان القصيده بتتكلم عن جزء ديني. طيب نبدأ نشوف بيقول لك هنا ايه. جون ميلتون was born in London in rich religious family، قلنا ان هي عيلة دينية. His family brought him up for a post in the church، post هنا عايزينه منصب في الكنيسة. He wished to be a priest، ان هو يكون كاهن في الكنيسة. But he gave up، تنازل. He gave up the idea due to، بسبب ايه؟ The sins committed in the church، الأخطاء اللي كانت بيتم ارتكابها في الايه، في الكنيسه. وهنقول ايه، ان هو he is considered to be one of the greatest English poets of all time، ده هو بيعتبر من اكبر الكتاب او الشعراء الانجليز على على مدار الوقت كله. طب هنا قلنا ايه، his masterpieces، اهم اعماله او احسن حاجه ان هو نقدر نقول هو كتبها، اللي هي ايه، Paradise Lost و Paradise Regained. يبقى احنا كده هنا قلنا ايه، ان هو رفض ان هو يكون كاهن او قسيس في الكنيسه بسبب اخطاء، وان هو بيعتبر الجريتست انجلش بويتس، اكبر شاعر انجليزي، وقلنا ايه هي اهم اعماله. طيب هنبدا نشوف القصيده. هخلي بالي وانا بقرا القصيده ان في كلمات مختلفه، كلمات انا مش عارفها، كلمات صعبه. ليه؟ لان القصيده مكتوبه بلغه شويه اولد انجلش، اولد انجلش ده من زمن الكاتب نفسه، ففي كلمات اتحدثت. فالكلمات الصعبه واحنا بنقرا هنبدا نشوف ايه، نشوفها مع بعض. هنيجي نشوف مع بعض القصيده وهنلاقي ان هي فيه كلمات صعبه شويه او مختلفه ان احنا مش عارفين نترجمها. طب ليه؟ لان الكلمات دي اصلا اولد انجلش، مكتوبه بالانجليزي القديم، فاحنا واحنا شغالين هنبدا نترجم فيها الايه، الكلمات بتاعتها. طب بعد ما هنقرا القصيده هخلي بالي ان انا هشتغل في القصيده على فيجر اوف سبيتش، ساوند ديفايسز، فورم ورايم سكيم. حتى واحنا بنقرا ممكن ان احنا نقدر نحل او نطلع الرايم سكيم مع بعض. هخلي بالي هنا ان القصيده بتتقسم عندي لجزئين، الاوكتيف والسيستت. طب الاوكتيف ده عندي اول 8 سطور في القصيده، والسيستت دي اللي هي اخر 6 سطور في القصيده. طالما اتقسمت عندي الحاجتين يبقى انا القصيده عندي هتتناول جزئين، هتكلم فيها عن جزئين. فاول جزء بتكلم هنا ان الشاعر بيشتكي وبيسال هو ليه فقد بصره في سن صغير، والجزء الثاني اللي هي الاجابه ان هو لازم يتقبل القدر بتاعه. طيب هنبدا نقرا القصيده، بيقول لك ايه. When I consider how my light is spent, ear how my day in this dark world and why. هنا عندي ear بمعنى اللي هي before. And that one talented which is this to hide. Lodged with misuseless though my soul more pent. هنا lodged هتبقى بمعنى ايه؟
ميد مي ستاي. هو هنا بيسأل ليه ربنا خلاه ان هو يبقى عايش بيقضي حياته وهو ما بيشوفش، ان هو في عنده حيره في قلق. هو ليه ما هو ليه الشخص اللي ربنا اختاره ما يبقاش بيعرف يشوف؟ To serve there with my maker and present my true account lest he returning child. Does God هنا does عندي تبقى بمعنى does. Does God exact day labor light denied I fondly ask but patience to prevent. That murmur soon replies God does not need either man the work on his own gifts who best peer his mild yoke they serve him best his estate. Is kingly thousand at his bidding speed and post هنا عندي هتبقى over and post to over land and ocean without rest they also serve who only stand and wait. يبقى انا هنا هو هنا بيبدا يسال هو ليه بقى ضرير، وان هو ليه هو يعني شايف ان هو هل ربنا شايف ان هو الشخص مثلا مش هيقدر ان هو يتعبد لربنا فعشان كده خلاه ضرير ولا لا. طيب هنا هنشوف اننا قلنا ان البارافريز هنا قال لك ايه، ان the poet begins by complaining. هو هنا الاكتيف عندي كلها اول 8 سطور complaining كلهم شكوى. طب الكومبليننج دي عن ايه؟ losing his sight while he was young. يبقى هو هنا بيشتكي هو ليه فقد بصره في سن صغير. يبقى انا عندي الاكتيف كلها بتكلم عن الكومبليننج about losing his sight. طيب قالك ايه؟ he lived his life in a dark world. هو خلاص طالما بقى ضرير بقى عايش حياته عالم مظلم، اصبح شايف ان ربنا مديله gift موهبة هدية اللي هي العينين، بس هي useless ملهاش لازمة. ليه؟ عشان هو مش قادر يستخدمها، لان هي موجودة بس هو العالم قدامه كله دار كله سواد لان هو مش قادر يشوف بيها اي حاجه. فهنا قال لك ايه؟ he lived his life in a dark world. الدارك world عندي ده اصبح بسبب ايه؟ البلايدنس. ميلتون preferred death to living without his sight. هو عنده يفضل انه يموت ولا انه يعيش من غير ما يبقى شايف اللي حواليه او يعيش من غير حاسه البصر اصلا. قال لك ايه؟ he had eyes but they were useless. قلنا useless خلاص هي ملهاش فايدة ملهاش لازمة عشان هو مش قادر يستخدمها في الوسيلة الصح بتاعتها اللي ربنا سخرها ليها. as he couldn't see with them ان هو ما بيقدرش يشوف بيهم. he was very angry because he couldn't serve his God as he was blind. زعلان جدا ليه؟ لان هو شايف ان هو بسبب ان هو blind هو مش قادر ان هو يخدم او ان هو يعبد الرب ان هو يصلي او يتقرب ليه. طبعا ده ليه علاقه ان احنا قلنا ان هم اصلا religious family هو اتربى في عيله دينيه. فهو هنا بيبدا يعاتب ويلوم هو ليه ربنا عمل فيه كده. طيب بعد كده بيقول لك he asks if God expected him to serve work and pray while he is blind. بيسال هو ربنا متوقع يعني خلاه كده وهو متوقع ان هو هيقدر ان هو يتعبد لربنا ويتقرب ليه. فهنا هو بيبدا يسال هو هيعمل ايه. فقال لك هنا ايه؟ patience told him that God didn't need his work. خلاص هو ربنا خلاه كده هو ربنا مش محتاج ان هو يعمل حاجه، انا مش عايزك لا تتعبد ولا تتقرب ليا ولا اي حاجه، انا عايزك انك تخليك ضرير بس انا عايزك كده ليه؟ عشان تتقبل القدر بتاعك، تتقبل النصيب اللي انا اختار اللي ربنا كتبه لك. يبقى انت الفكره ان انت لازم تكون صبور على اي حاجه او اي ابتلاء انت فيه لان ده قدر من ربنا نصيب من ربنا فانت لازم تتقبله. فهنا قال لك ايه؟ God also doesn't need man to use the gift that he is given. خلاص ربنا مش عايز يستخدم النعمه اللي هو اداها له. God only wants people to obey and submit to his will. هنركز هنا اهو. قال لك ايه؟ قال لك هو هنا عايز ايه؟ God only wants كل اللي ربنا عايزه ان هي الناس هنا ايه؟ تطيعه وان هي تتقبل ارادته. خلاص تتقبل اراده ربنا بقى في الخير ليك في الشر ليك في الصحه في المرض، انت بتتقبل نصيبك وقدرك اللي ربنا كاتبه لك. God is great and thousands of people serving him day and night. خلاص ناس كتير بتتعبد وبتتقرب من ربنا الصبح وليل اليوم كله. The people who accept God's order patiently without complaining are serving God will. لا ده مش بس كده، مش بس الناس اللي بتقدر تشوف هي اللي بتقدر تتعبد وتتقرب الى الله بالصلاة بالدعاء. قالك لا ده الناس كمان اللي بتتقبل اقدارها بدون شكوى
خلاص دي هي كمان بتخدم، تعتبر ان هي بتتقرب الى الله بده، ان انا بتقبل القدر بتاعي وبحمد ربنا عليه، ما بشتكيش او ما بملش من الحاجة اللي ربنا خلقني فيها. انا كده ان انا برضو ببقى بطيع ربنا. طيب هنا جينا قلنا هنا ايه ان الثيم بتاعي بيتكلم عن ايه. قلنا بتكلم عن اللوسينج اي سايد، ان هو خلاص بيتكلم ان هو فقد بصره، ان هو بقى بلايندنس. فاصبح ان هو لما بقى بلايندنس هو بقى كل حاجه قدامه دارك، العالم كله دارك، مفيش اي حاجه يقدر يشوفها. وهنا بيسال القصيده هنا بيسال ايه، he wondering how he could serve god after being ill being blind. ازاي هيقدر ان هو يتعبد الى الله وهو blind. فعشان كده قلت لك هنا ايه، the main idea is the poet's sorrow، حزنه for losing eyesight because of his blindness. He sees the world as a dark place. He wondering how he could serve God after being blind. طيب المورال جينا قلنا ايه، لازم تتقبل كل حاجة ربنا كتبها لك، ان انت لازم people must accept their destiny، لازم تتقبل قدرك ونصيبك، لان انت كده اصلا بتتعبد لربنا، كده بتتقرب ليه برضو، انك بتصبر على البلاء او المحنة اللي انت فيها. قالك ايه، because it's the only way to serve God. خلاص انت عندك قدر، دي برضو وسيلة ان انت بتتقرب فيها الى الله. قالك ايه، man must be patient، لازم تكون صبور وتتحمل. Even if he loses something precious. لو انت لازم تكون صبور لو انت فقدت حاجة ثمينة، حاجة مهمة. فبالتالي هنا لازم يكون الشاعر صبور لانه فقد حاجة مهمة جدا واللي هي البصر. Because it's God's will. انك لما تفقد شيء ثمين ربنا ادهولك مش بمزاجك. دي رغبة ربنا، ارادة ربنا ليك انك تفضل كده. فطالما ربنا اختارك كده يبقى هو هيسخرك لحاجة تقدر انها تساعدك في الحياة. انت لازم تتقبل ده لان ده نصيبك، وانت كده برضو بتكون ايه، بتعبد ربنا. طيب قلنا ان هنا ان القصيدة عندي اوتوبايوجرافي. ليه اوتوبايوجرافي؟ لان الشاعر كتبها عن نفسه، بيشتكي ان هو اللي بقى ضرير في سن صغير، هي خبرة الكاتب، الاون اكسبيرينس بتاعته. فقلت لك هنا ايه، ميلتون رايتس اباوت هيز اون اكسبيرينس، تجربته هي. هي واز توتالي بلايند. فهنا قال لك ايه، ذا بويم اولسو تيلز اس اباوت ميلتون ريليجيوس فيوز. خلاص احنا قلنا ان هو اصلا في عيلة دينية، طب religious views بقى ان هو بيبدأ يلوم ويعاتب هو ليه بقى كده، فهو عايز يتقرب الى الله، فهو شايف ان blindness العمى هيبعده عن التقرب الى الله. قالك ايه، he shows his sadness asking God why he was given such a bad luck. هو هنا حزين بيسأل ليه ربنا كتب له حظ وحش كده، او ان هو نصيبه وحش ان هو يفقد يعني نعمة ربنا اداله اللي هي البصر. طيب بيقولك هنا ايه، what is the conflict it Milton's poem and how to resolve it. ايه هنا الصراع او ايه هي المشكلة اللي بتواجه ميلتون في القصيدة بتاعته واتحلت ازاي؟ هقولك انا القصيدة ان هو المشكلة ان هو بقى ايه، ضرير. الفكرة انها اتحلت ان انت لازم تتقبل الحاجة اللي ربنا كتبها لك. قالك هنا ايه، the conflict lies in Milton's wonder، سؤاله او استفساره how God can choose him to serve، ازاي ربنا هيقدر يختاره ان هو يتقرب الى الله او يتعبد لربنا او ان هو يصلي ويدعي. ازاي ربنا هيختاره هو blind however he is blind، برغم ان هو ضرير. قالك ايه، it's resolved، اتحلت ازاي، when he realized that God doesn't need man's work. ان خلاص لما ادرك ان ربنا مش محتاج شغل البني ادم بس ان هو يكون بيتقرب ليه، لا ده انت كمان تتقبل القدر بتاعك، انت كده برضو بتعبد ربنا. طيب هنبدأ هنا بقى في حاجة اسمها الايه، الفيجر اوف سبيتش. هنبدأ نشوف بقى الفيجر اوف سبيتش، الساوند ديفايسز، الحاجات دي كلها، ونبدأ نشوف كل حاجة طلعت في القصيدة بتدل على ايه. لو جينا هنا بصينا بيقولك ان هنا في ميتافور ان لاين 1، بيقولك ايه، when I consider how my light is. طب انا لو بصيت على كلمة light معناها ضوء، بس انا هنا عندي ليها مغزى اللي هو يقصد بيها ايه، السايت، البصر بتاعه. فهنا قال لك ايه، the poet pictures his sight like light، شبه البصر كانه ضوء، فهو هنا بيتكلم عن حاسه البصر بتاعته. بعد كده حاجه اقول لك ان في personification، عندي تشخيص في اللاين الثامن لما قلت لك I fondly ask but patience to prevent. هنا قال لك ايه، the poet personifies patience، شبه الصبر، like a person that can talk. هو هنا بيسأل او بيستغرب بس في حاجة منعاه ان هو يتكلم، اللي هو البيشنس، الصبر، منعه من كل حاجة، لازم يبقى صبور. عشان كده شبهتلك ان البيشنس الشخص ده، ان الصبر ممكن يكون شخص ممكن يتكلم، شبهتولك بكده.
طيب بعد كده عندي ميتافور في لاين 4 and 5 لما جيت قلت لك ايه؟ Though my soul more bent to serve the wise my maker. طيب هنا بيقول لك ايه؟ ان هنا ان الشاعر compares his soul روحه بعقله، شبه الاثنين ببعض. هو خلاص بقى ضرير وربنا رايد له كده، فهو لازم يتقبل ده خلاص. النفس كان اللي هو كان نفسه في حاجه والعقل بيفكر في حاجه، فهو شبه الاثنين خلاص هما ببعض ولازم يبقوا ايه خلاص هيتقبلوا النصيب بتاعهم. طيب بعد كده عندي هنا ايه؟ There is a personification in line 9 لما قلت لك that murmur soon replies. طيب المرمر عندي اللي هو ايه؟ muttering وشوشه كده. قال لك هنا ايه؟ The poet describes murmur as a man who can talk. خلاص هو جواه كده وشوشه او تساؤلات ان هو بقى ضرير وليه ومش عارفه ايه وازاي ربنا يخليه كده. هو هنا شبه لك الوشوشه الداخليه اللي جواه كانها انسان يقدر يتكلم. طيب بعد كده هنشوف الساوند ديفايسز والديكشن. عندي الاليتريشن، هيجي يقول لك الاليتريشن ده اللي هو الجناس. طب الجناس ده بيعمل ايه؟ ده تكرار صوت على مدار السطر كله. فجيت قلت لك days and dark world and wide. هنا عندي ريبيتيشن فين؟ في الده ساوند في day ودارك، وعندي في الوح ساوند في الورلد اند وايد. due to the repetition of الده ساوند اهو والوح ساوند. طب ده بيعمل لي ده ايه؟ ده بيديني intensify the sense of music and create unity between words. ده بيديني احساس بنغمه كده موسيقيه في القصيده بتاعتي، وبيديني وحده او ترابط ما بين الكلمات بتاعتي. هخلي بالي ان القصيده معظمها هيبقى فيها alliterations، لان طالما القصيده عندي فيها rhyme scheme فيها قافيه يبقى انا عندي فيه alliteration. بعد كده عندي alliteration في line 7 لما قلت لك claypool light. عندي اهو في اللح ساوند claypool ولايت اول ساوند اللي هو حرف ال. due to the repetition of lah sound قلنا ايه؟ it creates unity between words. هيعمل لي ايه؟ sense of music creates unity between words. طب عندي alliteration تانية في line 13 قلت لك over و ocean. ادي ال او ساوند اهو. due to the repetition of oh sound it intensifies the sense of music and creates unity between words. يبقى انا خليني عارف ان الاليتريشن عندي اصلا هو بيعمل لي احساس بالموسيقى وبيربط لي اللاين كله ببعضه. طيب بعد كده هتكون اخر حاجه معايا اللي هي الاستراكشر والفورم. طيب حاجه اشوف القصيده اتكونت من ايه. قلنا في الاول ان هي اتقسمت لجزئين من اوكتيف اوكتيف وسستت. طب قلنا ان الاوكتيف دي اول 8 سطور وان السستت اخر 6 سطور، فبالتالي اصبحت عندي القصيده بتتكون من كام؟ من 14 سطر. فاجي اقول لك ايه؟ the poem is a 14 line traditional italian sonnet. تمام دي سونت ايطاليه عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. it's separated into octave اهي with the first 8 lines and sestet the last 6 lines. طيب انا ليه قسمتها على اتنين؟ اقول لك انا قلنا ان احنا قسمناها على الاوكتيف اللي هو ده فيها هنا الشاعر بيسال هو ليه بقى ضرير، والسستد ده فيها الانسر بتاع السؤال بتاعه. فجيت قلت لك ان الاوكتيف is a long question asked by Milton himself. طيب otherwise السستد is the answer to Milton's question. السستد فيها الانسر الاجابه بتاعت السؤال بتاعه. طيب هنا الاوكتيف concentrate on the poet. ليه بتركز على الكاتب او الشاعر؟ لان قلت لك ان هو بيسال بيبدا يشتكي هو ليه بقى ضرير. لكن السستد بقى هي اللي بتعمل ايه؟ السنترال فيجر فيها هي الجد. فعشان كده بقول لك why الجد is the central figure in the sestet. طيب ليه؟ هقول لك ان هنا ان السستد more important than octave علشان فيها ادتني الانسر اللي هو لازم accepting God's will، لازم تتقبل إرادة ربنا نصيبك وقدرك، عشان كده دي مهمة عن الأكتيف. فهنا قلت لك إيه؟ because it gives the answer accepting God's will to the problem اللي هي البروبلم أصلا كانت عندي فين؟ في الأكتيف دي اللي فيها البروبلم بتاعتي، واللي هي إيه البروبلم؟ his sadness for losing his eyesight. المشكلة إن هو فقد بصره فدي البروبلم، والأنسرينج عليها في السيست اللي هو accepting God's will. طب هنا لما في سؤال وفي ان انا تقبلت حاجه ده اداني ايه؟ قال لك ايه؟ it shows the poet's religious belief. هنا وضح ايمانه او هنا المعتقدات الدينيه بتاعته ان هو لازم يتقبل نصيبه وقدره اللي ربنا كتبه له. طب بعد كده عندي ايه؟ the octave rhyme scheme. عندي الرايم سكيم بقى الاوكتيف ليها رايم سكيم محدده والسستت ليها رايم سكيم ثانيه. طيب الرايم سكيم في الاوكتيف ايه؟ A B B A A B B A.
والسيستت سي دي اي سي دي اي. طب انا ازاي طلعت الرايم سكيم كده وازاي طلعت كده؟ اجي اقول لك ازاي تطلع الرايم سكيم. نرجع للبوم، تعالى كده نقرا اول حاجه. بيقول لك ايه؟ when I consider how my light is spent، هنركز كده في الساوند اللي في اخر السطر. إرهاب my day in this dark world and wide، الساوند هنا عندي اختلف. And that one talented which is this to hide، برضو نفس الساوند اللي هنا. Lodge with me is less thought my soul more pent، فانا اصبح عندي ايه؟ اللاين الاول واللاين الاخير الدنيا نفس الساوند، فانا حدي الرايم سكيم ايه لاول لاين. طب انا عندي اللاين التاني والتالت نفس الساوند، يبقى بي بي وادي ايه. يبقى انا عندي هنا اللاين اللي انتهت بساوند زي بعضها اديتها نفس الليتر، يبقى انا عندي هنا spent وpent اديتهم letter A، ووide وhide اخدوا عندي letter B. طيب اجي اكمل حاجة اقولك ايه؟ to serve there with my maker and present my true account list he returning child اهو. does God exact day labor light denied I found the ask but patience to prevent، برضو عندي اهي ادي ايه وادي ايه لان الاتنين عندي نفس الساوند وشايد ودينايد نفس الساوند فديتهم بي بي. طيب that murmur soon replies God does not need either man work or his own gift is who best bear his mild yoke they serve him best his state. طب انا عندي الساوند اللي في اخر كل سطر مختلف، فحدي لكل لاين لتر مختلف، فعندي حاجه اقول لك سي ودي واي. طالما كل سطر فيهم اخد نهايه مختلفه او صوت مختلف فهبدا احط قافيه مختلفه. بعد كده بقول لك اسكنجلي ثاوزند ات هيز بيدنج سبيد اند بوست اوفر لاند اند اوشن وذاوت ريست ذي اولسو سيرف هو اونلي ستاند اند ويت. فاصبح عندي برضو سي دي اي. فنرجع بقى كده تاني هنشوف. فكده نرجع بقى للرايم سكيم، هنلاقي هنا ان الاوكتيف قلنا هتبقى اي بي بي اي اي بي بي اي، والسيست رايم سكيم تبقى سي دي اي سي دي اي. وكده نكون خلصنا معاكم قصيده اولى ثانوي اداره المنتزه، وبالنجاح ان شاء الله وبالتوفيق.